السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم العنود أو عنودي اكس او. اليوم يا جماعة راح أكمل اللي وقفت عنده في الحلقة السابقة من لعبة فرايم. طبعا آخر شيء احنا وقفنا عنده لما قضينا على الأخوات التوأم وعرفنا قصتهم، وبعدين هربنا من بيتهم عن طريق الضفدع، وحنا نكمل طريقنا جاء الشيطان الخرا ذا وخرب علينا، وبعدين طحنا في مكان ثاني غريب أو عالم ثاني ما أدري وشو، لكن كذا كأنه عالم النباتات. واللي يقهر أكثر أنه فجأة فران تحولت الشجرة ولا ندري كيف أو إيش السبب اللي خلاها تصير شجرة. وبس يا جماعة قبل لا نبدأ أتمنى تسعدوني باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا وجيبوا لكم سناك ويلا نبدأ. أوكي يا جماعة، حنا في الحلقة اللي قبل أخذنا شنطة فران، فالحين بعطيها إياها. أوكي أخذناها. اوكي اوريه الصورة حقت فران اللي مع اهلها، عشان يعرف انها هي اصلا بشر يعني مو بشجرة. اوكي طيب بس حنا ما احنا فاهمين عليه، يعني ما ندري وش لغتها. اوكي او ماي جاد، خذوا فران، قاعد تقولوا وين بتودوني؟ اوكي يقول القطو ان هم راح يساعدونك افران، انا احس بهالشيء. اوكي يقول لا تخافين، تقول فران لا تتركني يعني. اوكي يلا اركب معاهم. طب هي ملابسي عاد ان شاء الله صدق يساعدوني. اوكي دخلنا الشابتر الثالث، اسم الشابتر حلقة اسم الحلقة او الشابتر هذا حالة الغيبوبة شي زي كذا، اللي هو الشابتر الثالث. اوكي هذا الملك حقهم يعني ملك النباتات. اوكي يا جماعة انا اختصرت اشياء مرة كثيرة لان فيها تمطيط وحوارات كثيرة. اول شي تقابلنا مع الملك هذا حق النباتات او حق الخضروات والحشرات، وقعدنا نقول له عن قصتنا واشياء الاشياء اللي صارت، وانه يعني الزبده انه في اشياء كثيره صارت، احس بخي مره مليان اشياء. ومثل ما شفتوا انتم ان فران تحولت لشجره، وليش يعني تحولت لشجره؟ لان لما طاحت من عقب الزق ذا الشرير الوحش اللي طيحنا فران، من كثر ما هي انه يعني ما ودها انها تموت انفتح باب، وهذا الباب يودي للعالم هذا اللي اسمه اثريستا، العالم اللي احنا فيه او دخلنا فيه هذا حق النباتات يسمونه اثريستا، تمام؟ فلما طاحت فيه او دخلنا في هذا العالم فران تحولت لشجرة عشان ما تبغى تفقد حياتها، عرفتوا؟ من كثر ما هي مرة يعني متعلقة بحياتها وكذا، وتبي تصلح وضعها يعني ما تبغى تموت. فلما احنا تحولنا شجرة وكذا تكلمنا مع الملك وعطانا زي الفاكهة عشان يمدينا نفهم لغتهم هم، ما يعني عشان يمدينا نتحاور معاهم وكذا. بعدين جاء حيوان اسمه باليونتروس شيء زي كذا، ما انا متأكدة من الاسم، النطق يعني صعب شوي بكتب لكم اياه. هذا الكائن انقذنا وحطنا جوا موية، تمام؟ عشان يصير شكلنا زي كذا، يعني كأننا انسان لكن على شكل شجرة، لكن لنا رجول ويدين ويمدينا نتحرك. الزبدة فعلى بال ما انا اتحول او يطلع لي يدين ورجول، كان يسولف معي هذا الكائن اللي اسمه بالونتراس من شو اسمه، تمام؟ وهو دكتور، فكان يسولف يقول انه يقول فران هي ليش صارت شجرة، ويعني وليش هي دخلت ذا العالم الغريب. فانا شرحت لكم هذا الشيء قبل شوي، فيقول انه زي ان انت الحين لما طحتي لعالمنا فانت فتحتي بوابة، فممكن البوابة هذه يمكن ما تسكرت، فيمكن يدخل من خلالها الظلال الشريرة ومن ضمن هذا الزق ذا الشيطان الكبير حقهم، تمام؟ بس لحد الآن ما أعرف اسمه، حتى ما أتذكر اسمه أنا، تمام؟ فممكن يدخلون لهذا العالم وهذا الشيء راح يعرضهم للخطر يعني. والأهم من هذا يا جماعة لاحظت شيء يوم كانت فران تتكلم مع هذا الكائن اللي يطير، تمام؟ اللي هو البالونتراس، كانت تسولف له عن ان كان هي عندها برضو دكتور، لكن الدكتور حقها اللي في المصحة اللي هو الدكتور ديرن كانت تقول عنه انه هو رجال شايب وشرير يعني. فوش رد عليها هذا الكائن خلاني انصدم،
قال إن لا تظلمينه، يمكن هو بس يتبع القواعد، يعني زي اللي يقصد إنه كأنه مجبور يسوي هذا الشيء، عرفتوا؟ فصراحة هنا أنا أحس إني بديت أشك في الوضع، ويمكن يعني هو مو يقصد إنه يخلينا كذا، يعني يخلينا نمر بهذه الحالة السيئة، عرفتوا؟ ممكن اللي في المصحة كلهم زقان ما عدا الدكتور ديرين، ممكن هو مغصوب إنه يسوي كذا، عرفتوا؟ لكن بنفس الوقت يبغى يساعدنا. فإن شاء الله يعني إنكم فهمتوا شرح البيض. أيضا يا جماعة، ملك إثريستا أو اللي اسمه زيار، اللي هو ملك العالم هذا، يقول لا إله إلا الله إن أنت الحين، أنا ما يمديني أرجعك الإنسانة، لكن بعطيك يدين ورجول. فحنا هنا رحنا مع هذا الدكتور اللي اسمه بالونتراس، شيء زي كذا، تمام؟ وقبل لا نروح للكائن هذا ويحولنا لهذا الشكل انه يكون لنا يدين ورجول، كان يسولف معاي الملك حقهم وقال ان انا ما يمديني ارجعك انسانه، لكن يمديك ترجعين انسان نفس ما كنت، يعني عند ساحر، الساحر العظيم، شيء زي كذا، اللي هو الويزرد، شيء زبده انه معناه ساحر يعني. فهذا الساحر انا ما ادري وينه، لازم ابحث عنه في العالم هذا. وغير كذا تذكرت شيء، لما فران تحولت للشجرة، أنا قلت لكم إنها بسبب إنها ما من كثر ما هي متعقة في حياتها إنها ما تبغى تموت، فهي شكلها البشري زي اللي بمعنى إنها تحطم أو تكسر، فعشان كذا هي تحولت لشجرة، عرفتوا؟ فإذا أنا برجع شكلي الإنسان، برجع إنسانة، يا ربي مش فينا كلج، إذا أنا برجع إنسانة لازم أروح للساحر هذا اللي اتكلموا عنه. وش في بعد ثاني يا ربي، ايش كنت بتكلم عنه؟ ايه، برضو الدكتور اللي رحت له وخلاني يعني اعطاني رجول ويدين، اللي هو البالونتراس، الحيوان الطائر هذا، كان يسولف لي عن ان في 5 عوالم، والظاهر هذا اثريستا يعتبر العالم الثاني يمكن، او واحدة من العوالم هذه. فحرفيا يعني الحين القصة بدت تصير لحسة من بداية هذا الشابتر. اوكي، الحين طلب مني اروح للكينج اللي هو الملك واوريه شكلي. كيوت، قاعد يلعب مع قطوتي. يقول ان شكلك مرة صار يجنن. اي، قالت ان انت علمتني عن ساحر، شيء زي كذا. اوكي، الحين يعلمنا وين مكانه. اوه، يقول ان شفته صح علي، يقول ان الساحر هذا يمديه يرجع لك جسمك البشري او شكلك البشري. نايس، وبرضه هو اللي راح يرجعني للعالم الواقعي. اوكي، يقول ان الساحر يعيش في جبل اسمه جريت ماونت كوتريم، بس يقول انه هو صار لفترة يعني ما حد شافه، شيء زي كذا. قال حاولي انك تلقينه وكل شيء راح يكون تمام. قال ان احنا ما نحتاج الساحر، لان عندنا احنا زي السحر الخاص فينا يعني. اوكي، يعني الاسم اللي تو اعطاني اياه، هذا المكان او زي اسم المكان اللي يعيش فيه، بس ان فران قالت له طيب وين مكان الساحر؟ فقال لها حاولي انت عاد بنفسك يعني تلقين، ان تسألين الناس واتبعي العلامات. يقول راح ارجع لك مرة ثانية لما اجي ظهر افتح لك الباب اللي يمكن يودي لعالمك، ما ادري، بس الزبده هذا اللي يقصده. هذا هو البالونتراس اللي كان، اللي هو الدكتور اللي ساعدني، تمام. مره كيوت الدكتور هذا، الحيوان الطائر. قالت ان هذا الحيوان الكيوت هو اللي يعني خلاني كذا، يعني مره لطيف. تمام، رجع لي شنطتي القطة. اوه، قالت هل شفت حبوبي يا ميدنايت؟ شكل حبوبها طاحت. قال انه ممكن انها طاحت عند البحيرة
جنب ملابسك من المكان اللي خذوه مننا هذول الكائنات النباتية. اوكي يلا نروح له. نايس. شوف السيقان. تقون عادي ندخل ولا لا؟ اوه ماي جاد، يقول انه مسكر المكان. بتلقف بقول ايش اللي موجود. اوكي هذه مكتبة بس يقول انها مسكرة. اوكي يقول اذا تبين تدخلينها ارجعي لما يكون لما يكون الجو شتاء. اوكي لا ننسى هالشيء، اذا صار الجو شتاء نرجع للمكتبة. تمام خلاص شكرا. اوكي خلنا نستكشف العالم. نايس مرة حبيت، انا ابغى المكان هذا، احس اني بروق. اوكي لحظة، انا تذكرت ان استل معاي السكينة اللي من بيت التوأم، وهذه من زمان ما اخذتها، هذه من قبل لا ادخل بيت التوأم. انا نسيت افتح النوتة دي الغامضة. اوكي مكتوب هنا يا جماعة، اذا انت قاعد تقرا هذا فانت اكيد قاعد تدور على ايش، على اسئلة، اي انه وانت تشوف اشياء غيرك ما يشوفها. تقول هذا عايش نفس معاناتنا؟ والله صح علي، اسمه ليون، والله عمره 92 سنة. اوكي او ماي جاد، شكله قاعد يشوف نفس الاشياء اللي تشوفها فران. هذا ملعون الصلايب الزق. او ماي جاد، اش واني فتحت النوتة يا جماعة، مكتوب ان اسم ملك الظلام او امير الظلام، عفوا امير الظلام مو ملك الظلام، اسمه ريمور، اللي هو الزق اللي خرب على فران اسمه ريمور. الله ياخذ عمره، يعني هذا نفس الشيء كان قاعد يعاني نفس فران. دقيقة دقيقة، لحظة لحظة، ليكون هذا ليون هو الشخص اللي شو يسمونه اللي سوى عالم اثريستا وجاء وصار فيه هذا الكائن فالنتراس. اتوقع الفالكواس مدري شو اسمه ذا، اللي هو ملك واحد من العوالم، هو نفسه هذا الشخص اللي اسمه ليون اللي قاعدين نقرا كلامه الحين، لان هذا نفس القصه اللي انا قاعد اشوفها الحين في الكتاب، نفس القصه اللي شرحها لنا بالنتراس. او ماي جاد، ايوه مابوكا از ذا اند اوف لايت، ان مابوكا هي نهايه، نهايه النور عندها هي. لحظة end of light إلا يعني نهاية النور، يعني هل هي لها علاقة في ريمور اللي هو الزق ذا، لأن هذا أمير الظلام. أوه ماي جاد يا صدمات الأرض. أوكي أوكي واضح إن ذا الشابتر ذا فيه أشياء الدنيا بتصير. الله حبيت. اوكي خلنا نستكشف المكان. نايس اوكي هنا في اشياء، خلنا نقرا عشان نعرف وين الطريق حق الساحر. اوكي الساحر هنا، لانهم قالوا انه هو في جبل. A mountain. اوكي وهنا ايش؟ اوكي وهذا الطريق اللي احنا جينا منه، من اللي هو القلعة والمكتبة، ومن هنا ومن هنا زي السوبر ماركت والسوق. هروح السوبر ماركت والسوق نتفرج يا جماعة، وش ذا العالم الغريب. وهنا في بعد خياطة، حبيت بموت، هذه حاطة قرنين. اوكي وهنا في واحد حق ساعات، وهذا حق جرايد، وهذا حق اكل. اذا قعدت معه الظاهر ولعبت يعطيني عملة ذهبية. اوكي انا دور الحين. اوكي هنا
هنا ما حد فاز. والله حبيت اللعبة حرفيا نفس اكس او. عنود ركزي، عنود ركزي. لا هنا يس فزت. هاي مرة ثانية خنفوزي، كنا يعطينا عملات زيادة كنا نحتاجها بعدين نشتري فيها شيء من السوبر ماركت. صراحة اللعبة مرة سهلة. أيوة شوف القطوة، شو السالفة؟ لحظة، ليكون إن نحتاج قارب عشان نروح للجبل حق الساحر تاجون. خن كلمة ايه، هذه القوارب تطير. شفتوا هذا اللي محلق؟ شفوه قاعدة تقول عادي لو اخذ واحد او اشتري واحد. يقول ان هذه القوارب للأسف انها زي اللي ما تشتغل الا في عالم اثريستا. طيب ما رحنا للمكان الثاني، خلي بروح له قبل لا اكلم احد هنا. خلي بروح من هنا ما اشوف ايش فيه. what is this؟ تقول انها ساعة مرة قديمة، وين الارقام؟ قلنا فيها الوان كذا بس مو واضح يعني مو واضح الارقام وكذا. تمام. هنا في شيء اضغطه. لا ما في شيء. والله اني عارفه هنا نحتاج قارب واضحه. مسكر هذا المكان. طيب هنا الجبل، خل نشوف. اوكي وات از ذات، هنا في جبل، في جبل زياده. اوكي ايوه ما في احد، يقول المكان مره عالي. والله ما عندكم، ما عند جد ما في شيء. انزل انزلي. طيب وش الخطة الآن؟ هنا ايش في؟ خلينا نشوف. يا جماعة هذا زي في بارتي هنا جوا، في مكان ثاني برضو. What the fuck؟ هذه نفس اللي شفناها في يوم انها كنا عند النملة الشايب، وهذول اشكالهم نفس اللي شفناهم في الكتاب. تمام خلينا نشوف. هذا شكله هنا في زي البازل لغز. هذا شكله زي الفالوكاس اللي تو. لازم اخلي عيونها منوره يمكن. اوكي وهذه اوكي اند ذس اوكي. ما ادري صح ولا غلط. غلط. هذه الساعة ايش سالفتها؟ وش ذا العصا ذي؟ قالت ان الصوت الساعة كأنه في شيء مكسور. لحظة فهمت. لحظة لا ارجعي من هنا، تعالي. عرفت وش نسوي يا جماعة. حنا يوم رحنا السوبر ماركت او السوق، في هنا واحد يسوي ساعات، اتوقع يساعدنا. كلمة تسأل عن الساحر. تخيلوا ايش قال. يقول ان المكان اللي تسألين عنه اللي هو حق الساحر يا جماعة،
انه ما يطلع الا في وقت الشتاء، وانه هو ترى شكله جبل عادي. شفتوا حتى هو قال لي الحارس، قال انه ما يطلع الا في وقت الشتاء. طيب بقول انا ما يمديني انتظر لين وقت الشتاء. نعم يقول انا محتاج تنتظرين انت تروحين له. ايوه كيف اشو اني كلمته؟ يقول لي روحي انزلي تحت بعدين روحي بشكل يعني روحي سيدة. اوكي يبغى لنا نروح لراعي الساعات نفسه اللي كلمناه، هو بيشرح لي كل شيء. الله يعطيك العافية، لو اني داري كان جيتك من اول مرة. والله ما توقعت ابدا انه راح يساعدني. نرجع نكلم راعي الساعة مع انه واضح من وجهه انه نفسية الف. لحظة تقول اعطيه فلوس يمكن يضبط، يمكن رجال جشع يحب الفلوس. والله اني عارفة شفتوا. يقول انه ليش تعطيني انا ما انا ما سويت يعني ما عدلت ساعة من ساعاتك. لما كلمت الحارس حق القلعة فهمت ان الوضع شكلي اتحكم بالوقت واروح انا للشتاء للصيف يعني للاجواء، الاجواء تصير تتغير عرفتوا؟ يعني نفس الوضع لما اكل الحبوب حقت فران، لكن عن طريق اني انا اغير بالوقت مو عن طريق الحبوب. ان شاء الله انكم فهمتوا. فانا ابي هذا راعي الساعات يساعدني. شوف الحيوان يوم اعطيته فلوس جاء. يلا يلا اخيرا بيساعدنا. بس يا جماعه اتوقع انه صح علي ان انا اغير الوقت واتحكم بالوقت ويعني عشان احل الالغاز وكذا. اوكي يقول ان انت صادقه لنا خربانه الساعه. قالت انت يمديك تصلحها صح؟ يقول انتظر ايه انه يمديني بس اعطيني ثانيه. وش قلت لكم؟ اوه ماي جاد وش جاب الظلال دخلت للعالم؟ العيد. اوه ماي جاد يا جماعة، يعني طلع كلام البالنتراس ذا اللي هو الدكتور انه خايف انه يدخلون الظلال لعالمهم، وهذا الشيء راح يعرضهم للخطر. شكلهم دخلوا. العيد يا فران. الله يعطيك العافية يا جدو. اوكي يا جماعة اختصار للكلام اللي صار، هو صلح لنا الساعة وقال ان في احد مخربها، واللي مخربها مين؟ قال في عدة اسباب، يا ان الشتاء بسبب الاجواء، ولا الظلال الشريرة اللي تكون مع الشيطان الزق ريمور، لان هي الوحيدة الشيء الشرير اللي يمديها تدخل لعالم اثريستا بسبب الباب اللي فتحته فران ولما طاحت والاشياء ذي اللي قلتها لكم. وعطاني زي الريموت عشان يمديني اتحكم في الوقت، مثلا اني اروح لوقت الشتاء ولا اروح لوقت الصيف ولا الجو ماطر وكذا، عارفين انتم ذا الاشياء. وقال لي ان هذا ريمور الزق يبغى زي الحجر او كذا حجر يعني مهم مره، وبنفس الوقت الحجر المهم هذا تبيه فران عشان تعطيه للساحر، مدري عشان الساحر زي اللي يسوي فيه شيء ويرجعها انسانه، فيعني الوضع بيصير فيه معركه الارض عرفتوا. ايوه من هنا الساحر. ضيعت الطريق يا جماعه. ايوه شفتوا صار فيه زي المدخل، شكل هذا هو مكانه. اوه ماي جاد الا والله هو هذا اللي بيساعدنا. إيه قالت هل انت الساحر ذا الساحر العظيم؟ اوكي يا جماعه الحين تكلمت مع الساحر العظيم، وادري ان هنا طلعت نجمه وراي، بس هذه نجمه سحريه هو طلعها، والحين بتفهمون الموضوع. الحين فرانك كلمته عن سالفه انه تبي ترجع انسانه، وقال انه هو زي اللي فاقد نص ذاكرته شيء زي كذا. ليش؟ لان الصخرات اللي هي ذا ستون اللي تبي تاخذها فران واللي يبيها بعد الشيطان ريمور، وايضا الظلال اللي اسمها كاملاس اللي اصلا مع ريمور، كلهم يبغون الحجر اللي تبيه فران عشان يمديها يعني عشان يمديها ترجع لبيتها تمام. فقال لي هذا اذا تبين الاحجار هذه اول شيء لازم تجمعين كذا غرض، يمكن 4 اغراض تقريبا، مدري 5 اغراض،
وتحطينها على النجمة هذه السحرية عشان أقدر أرجع لك أو أعرف زي مكان الأحجار هذه، وبنفس الوقت أرجعك إنسان. يعني الحين تقريبا طلب مني 4 أشياء أجمعها، وعطاني هذه الورقة السحر حقت السحر. لحظة. I am cold as I am, but if you use me, I'll be burning hot. يعطونا 4 تلميحات، وفي التلميحات هذه أنا أخمن الشيء. مثلاً لوني برتقالي، والله برتقالة، عرفتوا زي كذا. أنتم تخمنون الشيء وتجمعونه، بعدين أحطه على النجمة هذه حقت ثريستا. لا اوه ماي جاد، وربي اني كنت حاسه انهم كانوا قاعد يتعاركون مع البالونات، شو اسمه ذا الزبده، هذا الدكتور اللي عالجني وخلاه لي رجول ويدين. لا يا عمري، ايه هو بالنتراس يا عمري يا جماعه. لا بعدين اللحظة، هو ليش فجأة صار لونه أسود؟ طاحت منه ريشة، أخذها يعني؟ وجع، قلت له أبغى ليمون، قام قال لي معليش إنه زي اللي محدود ما يمديني أعطيك. أوكي. طيب كيف أسويها؟ لحظة لحظة، تذكرت، هي إذا هي تبي ليمون معناتها بأشق السلة بالسكين. لحظة، هو لازم ما يشوفني. أيوة أشقها الحين ما دام إنه مو موجود. أيوة شفتوا، ضبطت عشان تطيح الأغراض، عشان يطيح الليمون قصدي. بعد يلا يلا يلا، وربي اني ذكية، انا قلت السكينة لها فايدة. ايوه يلا خذ الليمونة. اوه رجع المكان لاني غيرت الفصل. طيب والله كذا جت على بالي البطاقة هذه يا جماعة، من زمان انا ما اخذتها، اتوقع هذه تيكت عشان الظاهر يمديني ادخل، لان هذا شكله واضح انه ما راح يدخلني، فأعطيه البطاقة عشان أدخل. شفتوا يقول وريني بطاقتك. أوكي طيب أنا معي بطاقة، خلاص بقول له إني بروح، فبعطيه البطاقة كذا. ما تضبط. طب خلي بغير الفصل استل برضو. نو ما تضبط. اوه مو موجود. ايش في صديق؟ اي خلي هنا بشوف الجو كيف يصير. اوه ماي جاد، والله ما توقعت، توقعت اني لازم اخذ قارب من هذاك. طيب وين اروح؟ وين اروح له؟ رجعنا عشان اخذ ملابسي واغراضي. اي يقول من هنا انا لقيت شنطتك. اي وبرضه لا ننسى هي قالت تبغى حبوبها. اوكي اوكي بس ما اتوقع ذا العالم ذا يستاهل اني اشوف فيه العالم المرعب الدموي. اي شفتوا قالت اني ماني لاقي يا حبوبي. اي قال انه ممكن ما لقيتها هنا، يمكن ضيعتيها. يلا في سنارة، توني استوعب بدي اخذها. اوه اخذتها، تقول اصيد فيها بس انها مكسورة. طيب لحظة دقيقة دقيقة لحظة، كأنها جت في What the fuck؟ وش تبون أنتم؟ عمتها غريس ماتت؟ لا هذه أمها.
الكلاب قاعد يخلونها زي اللي قاعدين يخدعونها ان هي كأنها ام فران عشان تجي وياكلونها. تقولك لا تخافين مني زي اللي تعالي ابغى اعطيك قبلة. ايوه كفو. تقول ان انت مو امي، امي ميتة. تقول اذا ما جيتي ترى بيجيك الوحش اللي هو ريمور، وترى يعني زي اللي بيقضي عليك. من جد قاعد تقول انت متي بامي، تركيني لحالي. اوه ماي جاد، يمه يمه. هي ويل كام اند جيت. وقامت تصارخ تقول انه هو راح يجي ويقضي عليك، خلي بس يلمسني والله لا افقع وجهها. اوه ماي جاد يا عمري يا فان. ايوه انا ايش جاء في بالي، هذه اللي تبيع ملابس. ليه؟ لان عندها خيط، فممكن الخيط نفسه اشبكه في السناره، لان ما في شيء من في السوبر ماركت او في عفوا في السوق كامل ما في احد راح يفيدني الا هي. فخلي بجرب احط عليها، يلا يا رب تضبط. هنشوف. وش قلت؟ وربي اني مخ، وربي اني مخ، عشواني ما نسيت. الله يسعدك يا شيخة، شكرا. اوكي ايه، تحتاج هوك اللي هو خطاف. وجع حيوان، يبغى ثلاث عملات اذا انا ابي خطاف كامل وما ابغى نص خطاف، يستعبط. وجع هذا والله الجشع، مو براعي الساعة. الحين كم معي من هذه؟ معي شو يسمونه عملتين احتياط، ابغى عملة بس واحدة، فبرجع راعي فبرجع لراعي الاكس او والعب معه، بس باخذ منه عملة واحدة. حيوان. تمام خدنا عملة اخيرة واحدة، يعني عشان يصير ثلاثة. الكلب جشع مرة ذا الزق ذا، لو معضل بعد. كثر بروتين. اوكي يضبط يوم اني عطيته ثلاثة الكلب. يلا الحين نروح نصيد. بس هذه المشكلة، انا ماني عارفة يعني ايش بستخدم فيه السمك. ياي تمام. اوكي يا جماعة طلع باقي لي شيء واحد احطه هنا، بس ترى من ناحية الترتيب انا حاطه عشوائي فماني متأكدة. فندور الشيء الأخير ذا اللي ما أدري إيش، أو ما أدري كيف أسويه حتى. أنا ماني عارفة إيش اللغز هذا. ما في شيء هنا آخذ. أيوة طيب وردة. طيب دقيقة إيش قالت؟ يا جماعة الخير عرفت الحل بعد بحث طويل وحالتي حالة. طلع الحل عرفته على طول لما قريت هذه، طبعا لا مو على طول، قعدت سنة لما أفهم. يقول لك أنا بارد تمام، لكن إذا استخدمتيني راح أحرقك مرة. وش الشيء اللي يحرق يا جماعة؟ الكبريت. أنا ما أدش للثوار اللي فيني، ما أقرأ زين. اوكي طبعا حطيتهم بالترتيب نفس ما هو مكتوب، فالحين نحط الكبريت ان شاء الله عاد يضبط. والله اني كنت حاسة طلع صح اخيرا يا جماعة. اوكي اوكي يقول ارجع، يقول لي ارجع فوق ان الجبل ينتظرك. يقول ان ماخذ القبعة حقتي فجيبها لي. تمام يا جماعة تكلمت مع الصخرة، وطبعا رفض يعطيني القبعة حقت الساحر. قال ان اذا اعطيتك اياها ترى راح تعانين وتموتين انت والجميع،
وبعدين قام قال ان انا ما اقدر اعطيك اياها، ان زوجتي تركتني ومدري ايش. فقالت له فران طيب وين كان زوجتك؟ انا ارجعها لك يعني، تمام. فقال ان هي قررت انها تكون جزيرة وحيدة. فلما قال جزيرة وحيدة عرفت من مكانها، اللي هو البحيرة هذيك اللي رحنا لها عشان نجيب اغراض فران. فكان في زي الجزيرة الصغيرة عرفتوا كذا، مكانها مرة صغير. فاتوقع ان هذه هي زوجته، فالحين بنروح نجيبها عشان يعطينا القبعة ويفكنا من شره. يما what the fuck، الله يفجعها يا جماعة، وربي نغرف قلبي وجيهم. بسم الله. I know you are all alone، أنا أدري إنك أنت لحالك. تقول خليني أصير أمك أطعمك. مستمرين يحاولون يخدعونها. لا شكرا، ما بيس ولا بيس أصدقاء جدد. تقول فران ان انت اصلا شكلك يخوف، انا ما تعجبيني. اوه نو، القطو يقول فران تكلمين من؟ يلا يا رب صح علي. ايش قلت لكم؟ والله اني عارفه ما كانت اصلا موجوده هنا. اوكي تقول لو سمحت ابي اكلمك، ان عندي رسالة من شخص يعني لك، بقول لها رسالة حب. اوكي قالت انه هو صاير بارد وكذا، انه ما عاد صار زي قبل. قبل كان زي اللي الظاهر ينمو عليه ورد احمر. اتوقع اني اعطيه الورد، اعطيها الوردة الحمراء اللي تخليها تضحك. اوكي عرفت الحين وانا استخدم الوردة، تمام يعني اعطيها الوردة. ايوه اوكي ضبط الوضع يا جماعة. بموت. اوكي نحط الشتاء. يا سلام، عاد الحين عطنا القبعة. يقول شكرا لك مرة. بموت. هذه زوجته يا صغرها، عشان كذا هو اساسا كان مكسور يا جماعة، كيوت. وكان ماخذ القبعة لانها تشبه زوجته، فالحين حنا رجعنا زوجته وخلاص عرفتوا، صار جبل متكامل. ياي خلاص الحين نرجع للساحر. اوكي يا جماعة نعطيه القبعة. تمام وش التالي؟ عاد وش الحين بيرجعني ولا لا انسانة؟ اوكي كل مرة يسوي سحر على واحدة من العناصر اللي انا جمعتها. الحين لازم اروح للمكتبة يا جماعة. What the fuck? Do you remember Fran you are murder؟ هل تتذكرين يا فران انت قاتلة او انت مجرمة؟ التوأمين بس مفصولين عن بعض. أنت طفلة سيئة جدا، الأطفال البنات السيئات لازم يتعاقبون. يما جم، أو ماي جاد، هذا الزق ريمر قاعد يتشكلها بهيئتها. اوكي يا جماعة انا الحين في المكتبة، وقال الساحر ان الكتاب مخفي لازم انت تطلعينه وكذا. والله يا جماعة ما عرفت ايش الكود اللي اكتبه.
تقول هذولي ممكن يعلمونا اللي قاعدين؟ خلي بكلمهم، خلي بجرب اني اخذ الكتاب حقه. اوه نايس. عرفت اللغز، عشان كذا هم حاطين رقم واحد مرتين، لان معنى واحد وواحد كم يصير اثنين، فهنا اثنين وهنا ثلاثة وهنا كم؟ خمسة. اوكي يعني اللغز، اوكي يعني صح علي، هنا اثنين ثلاثة خمسة. اوه ماي جاد يا جماعة، شوفوا الصدفة، قعدت اتكلم مع اللي في السوق وكلمت هذا الولد لانه الوحيد اللي ما كلمته، وقال انا عندي اغنية مفضلة اللي هي واحد واحد اثنين، انه واحد وواحد اثنين، بعدين واحد واثنين ثلاثة، بعدين اثنين وثلاثة خمسة. And اوكي تكملة. اوه يعني لازم اسوي نفس طريقته. اوكي يعني الرقم اللي بعد خمسة حط ثمانية. قلنا واحد وواحد، درس رياضيات صار، واحد وواحد بعدين يصيرون كم؟ اثنين. بعدين اكره الرياضيات ما شاء الله. بعدين ثلاثة، بعدين اثنين، اثنين زائد ثلاثة خمسة. ايش فيني انا خنبقت، على كيفي حطيت اربعة. بعدين لا اله الا الله، اي صدق انا خمسة، انا ما شو حطيت اربعة قبل شوي. بعدين ثلاثة زائد خمسة ثمانية، كذا كذا الترتيب. بعدين خمسة زائد ثمانية كم قلنا احنا؟ خمسة زائد ثمانية دقيقة، تسعة عشرة احد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر، اي ثلاثة عشر. هذه تكفى، سويتها. يس يس الحمد لله، ما رحنا لا جوجل ولا شيء. طيب الحمد لله لقينا الكتاب. ايش في؟ طيب يا اسطى الحين جربي. اوه ماي جاد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة تذكرت، هذا اتوارد، هذا هو اتوارد. اوكي اخذنا كتاب الساحر، يلا خلاص الحين نرجع للساحر، اخيرا حلينا اللغز. يلا الحين نعطي الساحر الكتاب، اتوقع اذا اعطيناه الكتاب خلاص هنا الظاهر بيرجعنا انسان، اتوقع ان شاء الله، لان من كثر ما حليت الغاز مخي انفرم. اوكي قالت اني لقيت الكتاب في داخل صندوق موسيقى مع دمية، وان انا شفت دمية. يقول ان السمكة علمتني ان نعالي او جزمي وانتم كرامة لابسها افضل راقص. اتوقع الحين نروح للحفلة اللي نحتاج فيها تيكت، صح؟ اي يقول انا ما اعرف من هذا الراقص، ما عندي اي فكرة. ايش اقول؟ اي دونت نو، ولا لا ما اعرف، فبقول اي دونت نو. تقول راح ابحث عنه يعني. اوكي خلاص بقينا الحين غرض واحد وترجع فران انسانة. طيب الحين نبحث عن الرقاصة. هنا مكان البارتي، نجرب الحين نعطيه تيكت، اقسم بالله كف لو ما يضبط. نيجاتيف ليه؟ ولا ننسى برضو يا جماعة قبل كانت في أخشاب كثيرة هنا، وش السالفة؟ دقيقة دقيقة، وربي كانت في أخشاب كثيرة هنا. أوكي أخلي القطوة تدخل، انا اقول يا ربي قللوا الاخشاب، كان في هنا اخشاب واجد. طيب يعني وش فران تدخلوا للقطوة؟ توقع القطوة طيب. اوه ماي جاد يا جماعة لاحظت شيء، شوفوا اشكالهم،
ولا واحد فيهم لابس شيء إلا هذا لابس جزمة، والجزمة صراحة شكلها يعني كذا شكلها يجذب، شكل هذه الجزمة اللي يقصدها. طيب هنكلمه. اوه ماي جاد، وش ذا الحدس القوي؟ قاعد يقول الميد نايت ان هذا هو الراقص، معناته هذا اللي ناخذ الجزم منه، وهذا اللي كان مجمع ليمون. طيب وش اسوي؟ فهمت، ميد نايت دخل لهذا الحفلة عشان يبي ياخذ التيكت عشان يمدي الفران انها تدخل جوا وتاخذ الجزمة من الراقص هذا. فقاعد يقول انا ممكن اخذ الطاقة حقتك، فهي قالت I can't. اوكي يعني فاقدة للوعي يعني سكرانة. اوكي تقول ان ما اقدر اعطيك البطاقة لاني انا ما احب صوت القزاز وهو يصقع بالطاولة. اوكي احط هذه بدالها؟ ليش دعوة؟ طب احطها عليها هي؟ طيب وبعدين؟ اوكي خلي بكلم ذولي اللي يعزفوني يكون يفيدوني. يقول انه يخاف منهم زي حشرات وكذا يعني صح ذكرت، انا نسيت انه معي حق الوقت، فخلي بغير الفصول. ايوه قام يرقص. ايوه خذي بطاقة، خذي البطاقة يا عيني عليك ذكاء. اوكي طيب والشتاء؟ اي طلعنا برا لان الشتاء، نسيت انه ما كان في شيء. اوكي خذ البطاقة يا فران. ايوه خلاص الحين نرجع نكلم الحارس ونعطيه نحط البطاقة في عينه، ما يمدي يقول ولا شيء. طيب خذ. ليش؟ وش فيه؟ يقول مستحيل ان لقيت بطاقة. حيوان، يقول انا اوريدي دخلت واحد بنفس البطاقة اللي معاك. You bring many mysterious little lady، زي اللي شاك فيها. اوه ان البطاقة تخص شخص أكبر مني، وأنا واضح إني توني صغيرة. قاعد أقول طيب أي فرصة ثانية إني أدخل جوا؟ حيوان، لحظة دقيقة خلي بسوي كومباين. لا ما يمديني. طيب على هذه أخيرا يا عمي، أنا قايلة من أول. أوكي الحين أستخدمها. إنا لله، يقول أنت رسمتي عليها. بأدعس هذا الزق. أوكي يعني رغم إنه عارف إن أنا رسمت عليها، قام قال خلاص أوكي بدخلك أخيرا. أف بخر لا أجلدك. طيب بما أن القطوة تخاف من الحشرات هذه، فأنا بجي أكلمهم، أكيد لهم علاقة في ذا عشان آخذ الجزمة. طيب هذا الشيء اللي قاعد يتكلم عنه اللي هو البيانو، يمديني الظهر اغير فيه، اغير النغمة حقته وكذا. طيب طيب وبعدين ايش الفايدة؟ عشان كذا كان مسكر. اوكي روح للبيانو وبعدين. اوكي يعني اخرب البيانو. طيب بعد اذا خربته ايش الفايدة؟ انا بياخذ الجزمة منه. تغيرت رقصته، فهمت اسرع او ابطئ النغمة. اوكي فهمت الفكرة الحين، يعني لازم اسرع النغمة. اوكي طيب
اها كان لازم اخلي هذه ترتفع مرة لاعلى شيء عشان يصير الوضع تفجير. اتوقع الحين تضبط خلاص. ايه شفتوا؟ تسرعت الاغنية. خذي خذي الجزمة يا فران بسرعة. اوه ماي جاد. اوكي يلا نرجع نعطيها الساحر، يضحك شكله ويرقص بسرعة. تمام، يلا نرجع. بس والله صراحة رهيبة مرة حركة الحفلة. يقول هذا آخر شيء يا جماعة وخلاص راح أرجع إنسانة. يقول روحي للتمثال هذاك القديم اللي حق الفالوكاس، عرفته اللي كذا كأنهم نور، هذاك اللغز اللي للحين ما حليته حق التمثال، يبغاني الحين أسويه عشان آخذ منه العقرب اللي داخل التمثال نفسه. أوكي هذا التمثال اللي يقصده. ها ما كانت موجودة هذه قبل. آه يقول أنا زي اللي مالي دخل، أنا أنتي زي أنتي مفتاح هذا الباب يا فران. ايه وبنفس الوقت الملك حق ثريستا قال انه هو برضو بيساعدنا على انه وين نلقى هذا الباب اللي يرجعني للحياة الواقعية او للعالم الواقعي. الله يستر. ايوه ايوه اوه ماي جاد وات ذا فاك. ركي شكلها ايو اغمى عليها بس رجعت. ياي رجع شكلها الطبيعي. تمام يا جماعة خلاص رجعنا الساحر لشكلنا البشري أخيرا عقب مشورة وأشياء الدنيا سويتها. الحين خلاص أرجع للملك زيار مديزير اللي ما أدري شلون ينطق اسمه، الزبدة أنه هو الشجرة حق ملك إثريستا، وخلاص يفتح لي الباب اللي يوديني للعالم الواقعي. أوكي يا جماعة راح أوقف لين هنا، أحس مرة كفاية. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش تتوقعون الاحداث الجاية وايش رايكم في الحلقة هذه. وبس يا جماعة لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، اشوفكم بإذن الله في الحلقة الجاية.